السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم وأدعوكم التواصل معنا عبر حلقة جديدة من برنامج فضاءات. ضيفتنا لهذه الحلقة الشاعرة العربية من الجزائر فاتحة معمري. موضوع حلقتنا لهذا اليوم المرأة الجزائرية في المشهد الثقافي. قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفتنا لهذه الحلقة دعونا نتابع هذه الأخبار الثقافية. أهلا بكم. تبدأ اليوم في البصرة أعمال المؤتمر المسرحي العراقي والذي تنظمه جماعة المسرح المعاصر، ويستضيف المؤتمر أكثر من 100 شخصية مسرحية عراقية يناقشون الواقع الراهن للمسرح العراقي وسبل النهوض به، والخروج ببيان ختامي يمثل خارطة طريق للإبداع المسرحي. تتواصل في أروقة المتحف الوطني الأردني فعالية الدورة الأولى من الملتقى الدولي للألوان المائية، والتي تستمر حتى 31 من شهر آب الجاري، ويشارك في أعمالها أكثر من 120 فناناً من 26 بلداً حول العالم، إلى جانب عرض أعمال فنية من مقتنيات المتحف الخاصة. يختتم الاثنين القادم معرض طنطا الثاني للكتاب والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بمشاركة من عدد من دور النشر الخاصة، وتسعى الهيئة إلى دعم المعرض عبر تقديم ما يقرب من 500 عنوان جديد بأسعار زهيدة، بالإضافة إلى إقامة العديد من الأنشطة الفنية والعروض المسرحية. أعلنت أمانة جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي أنها حددت نهاية شهر أيلول القادم موعداً نهائياً للمشاركة بالجائزة، وذلك لإتاحة الفرصة للباحثين والنقاد الذين أبدوا الرغبة بالمشاركة، ولأن موضوع الدورة الثامنة للجائزة الفنون الجديدة وأفاقها في العالم العربي يستحق المزيد من الوقت. أعلن في العاصمة السودانية الخرطوم تأسيس أول اتحاد لأندية القصة والسرد العربي بعضوية 10 اتحادات وأندية قصة عربية، وجاء الإعلان خلال اختتام فعالية الملتقى الأول لأندية القصة والسرد العربي الذي نظمه نادي القصة السوداني بالتعاون مع مجلس الشباب العربي والإفريقي. بينما تجري التحضيرات على قدم وساق، قالت إدارة صالون الجزائر الدولي للكتاب إنها تلقت حتى الآن طلبات من أكثر من 800 دار نشر للمشاركة في الدورة 22 للصالون التي ستقام في شهر تشرين الأول القادم، مضيفة أن دولة جنوب إفريقيا ستكون ضيف شرف دورة هذا العام. أطلق منتدى القراءة بالمغرب للرصد والتنمية مشروعاً ثقافياً جديداً على سواحل مدينة أكادير، وهو مشروع المكتبة الشاطئية، وتوفر المكتبة لجميع رواد الشاطئ كتباً متنوعة الاهتمام والاختصاص وبشكل مجاني، في تجربة استلهمها المنتدى من تجارب عدة لمدن عبر العالم. أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات. ضيفتنا لهذه الحلقة الشاعرة العربية من الجزائر فاتحة معمري. موضوع حلقتنا لهذا اليوم المرأة الجزائرية في المشهد الثقافي. مرحبا بك يا سيدة فاتحة. أهلا وسهلا بك أستاذ. برنامج فضاءات. وأهلا بالمشاهدين الكرام، وأهلا بمتابعي قناة الرافدين وبأهلنا من الجزائر إلى العراق. أهلا وسهلا، مرحبا بالجزائر الثورة. بدي أن نسمع قصيدة قبل أن نخوض في حوارنا. ماذا جرى؟ عنوان النص رقصة الكون. ماذا جرى من نظرة إذ عتقت ترياقها، دكت على الظن الغريق سياطها وخناقها. ماذا جرى؟ ماذا أرى أن جرى يا ظالمي؟ حركت مائي ليته سكن الغدير وذاقا، زوبعت فكري خلسة وبنظرة كيف السبيل إلى نجوم تستفز سباقا. ماذا جرى وتمذهبت في العواطف جملة فتسننت وتشيعت لطم الصبابة راقا، وتصوفت وتنصرت ألحانها صلواتها، قصرت ثوب مسافة حتى ارتديت عراقها،
بل وامتطيت براقها صوفية أوابة آهاتها حول استدرت دوائرا حتى ألف عناقها إني استدرت كواكبا في غيبة وإفاقة لونت حولي لوحة بعيونه فأراقها ماذا جرى ورقصت حافية وهذه الشمس دف في يدي الله حي الله حي الله حي على الهوى مذ لاقها غيبت طرا وارتفعت إلى السماء في نشوة ورحمة سقياك جمرا أثثت غراقها ماذا جرى بالعرش يا أبا القيس من جعل الأعزة في الذهول سياقها وبملح دمعك كم توسل موج بحر عابد أغرقته عيناك كم عنفت عشاقها ماذا جرى يا مارد العينين ثار الثورة والقيد أرهق مهجتي في غاية الطوفان طيفك ساقها كأسيرة للآن تحرم بالتي هل فككت وثاقها. الله الله ما أروع ما أروعك ما أروع هذه القصيدة. الجزائر دائما عندما يمر ذكر الجزائر أمام شريط الذاكرة العربي دائما تحضر الثورة، شعب ثائر متمرد على الاستبداد، هكذا هي صورة الشعب الجزائري دائما في قاموس الذاكرة العربية. كيف انعكس هذا التمرد أو هذه الثورة على طبيعة الشعر أو شعر المرأة في الجزائر؟ المرأة سواء كانت مبدعة أو غير مبدعة، المرأة الجزائرية طبيعة تكوينها أو في طينتها إن صح التعبير هي مرأة ثائرة. هذه من تاريخيا يعني حسب المراحل التاريخية التي مرت بها الجزائر، هذا أول. النقطة الثانية أن المرأة الجزائرية دائما هي جنب مع جنب مع الرجل، هي تلك المرأة المضحية، تلك المرأة الثائرة، تلك المرأة إن صح التعبير التي لا يمكن أن تتخلى عن الرجل الجزائري خاصة في أي محنة من محن تاريخ إن صح التعبير. فهي عبر التاريخ دائما السند أو الكتف الذي يستند إليه الرجل عندنا في الجزائر. إذن هي فرس مكمل يعني. هناك تكميل رائع جدا بحيث أن بالطرافة معروفة عندنا في المجتمع الجزائري يقولك المرأة الجزائرية تستطيع أن تتزوج أي رجل خارج الجزائر وتكون ناجحة في جوازها 100% لأنها مرأة مضحية، أما الرجل الجزائري فيستحيل أن ينجح مع امرأة غير مرأة الجزائرية. إذن المرأة الجزائرية هي التي تنجح حياة الرجل، لذلك أكيد. هي ناجحة في كل مكان الجزائرية. نعم. أما الرجل فالجزائري يجد صعوبة، فهو ثائر. أنت تتحملين هذه المسؤولية طبعا ليسا. هو ثائر. نعم. والمرأة مش عارف باراسيتامو التي تهدئ. نعم. الرجل هي المرأة. إذن هي الفرس والفارس. أكيد المرأة والثائر في الجزائر الفرس والفارس، غالبا ما كانت الفرس يعني كانت عونا للفارس في ميدان القتال وفي ميدان الإنقاذ فيما بعد، حتى أنها كانت يعني قائدة، تاريخنا يزخر بهذا، حتى أنها كانت قائدة وقادت حملات ضد الاستعمار الفرنسي الشيخة لالا فاطمة سومر وهي من المتصوفة عندنا في الجزائر، قادت ثورات شعبية في الجزائر في منطقة القبائل وعمرها 15 سنة، ألحقت يعني نكلت بالجيوش والجنرالات الفرنسية وتوفيت وعمرها يعني أقل من 25 سنة يعني في العشرينات يعني أثناء صغير. الثورة توفيت؟ طبعا. نعم. في الثورات الشعبية يعني قبيل اندلاع ثورة 57. نعم. يعني مرأة معروفة الجزائرية بهذه الصفة. نعم. يودي أن أسأل عن مساحة حضور المرأة الجزائرية في المشهد الثقافي. طبعا قلنا المرأة كما قلتي ويقول التاريخ أن المرأة الجزائرية حاضرة بالثورة عندما يعني نستعيد شريط التحدي والصمود للشعب الجزائري أمام الاحتلال والبطش الفرنسي، تحضر دائما هناك نساء ومنها يعني من هذا التاريخ الزاخر نساء كثيرات من الجزائر شاركنا الرجل
في حملة سلاح كما حاجة. هي جميلة بحيرد. بدي أن يعني أستطلع من خلالك حضور المرأة الشاعرة الجزائرية في المشهد الثقافي الجزائري. الحاضر أم؟ الحاضر. نعم الحاضر. ما يبدو أن المرأة الجزائرية الآن تعيش ثورة ثقافية. نعم. جميلة جدا مدهشة. بدليل أن المرأة الجزائرية أثبتت وجودها خارج حدود التراب الوطني. نعم. سابقا أثناء الثورة معروف أن الجزائر هي بلد المعاناة شأنها شأن ما يحدث في العراق، يعني قرابة قرن و 32 سنة وهي كلها يعني حرب ضد الاستبداد وضد. نعم. الاستعمار الفرنسي، فكانت حاضرة في الثورة إبداعا وسلاحا وفكرا، وكانت يعني تعيش مع الرجل جنب لجنب هذه المعاناة. بعد الاستقلال كتبت للثورة قصة ورواية وشعرا وغيرها، وكانت تلك الكتابات الحماسية. الآن المرأة لم كانت قبل تكتفي يعني بالحدود الجغرافية الجزائرية. نعم. الآن نلاحظ أو على الأقل حسب ما لاحظت أنا أن المرأة الجزائرية يعني حلقت بعيدا، بحيث أنها تحدت الحدود الجغرافية وأنها نالت جوائز عالمية في الأدب وعربية ولها حضور تمثيل، يعني مثلت الجزائر أحسن تمثيل في المحافل الدولية، وحتى أنها تمكنت أيضا من لم تعد تلك التصنيف الذي موجود عندنا، هذا الشعر الذكوري. نعم. وهذا شعر أنوثي، ونحن كما نعلم المجتمع العربي هو مجتمع ذكوري موغل في الذكورة، دائما يجعل المرأة من الدرجة الثانية، وهذه حقيقة يعني نعيشها. إلا. نعم. أنه الكتابات الأنثوية الآن في الجزائر أصبح معترف بها. نعم. وهذا الجميل عندنا في المثقف الذكر عندنا في الجزائر أو الرجل عندنا في الجزائر، فإنه يعترف بهذه الإمكانيات أو هذا المستوى الذي وصلت إليه المرأة الجزائرية، وأسقطت أو حاجز ما يسمى بحاجز التصنيف، هذا أدب ذكوري وهذا أدب يعني المرأة الجزائرية الآن حسب ما أفهم من حضرتك أنه يعني ملأت المشهد المحلي ثم انتقلت. أكيد. لتأخذ دورا وتأخذ حيزا جميلا في المشهد الثقافي العربي أو الدولي. لأن تحدث عن أيضا عن هذا الجانب، مساحة حضور المرأة الجزائرية في المشهد العربي. مساحة حضور المرأة أعتقد، وعلى الأقل أتحدث عن تجربتي صح. نعم. التعبير أن وسائل التواصل الاجتماعي هي التي كانت السبب الأول في هذا التخطي للحدود. نعم. نعلم أن الثقافة في المجتمعات العربية لازالت تعاني مشاكل. نعم. يعني تقريبا شبه يعني عراقيل عديدة جدا. كنا سابقا يجب أن ترضى عليك وزارة الثقافة وترضى عليك لا أدري اتحاد ماذا حتى تصعد على المنصة وتقرأ. نعم. الآن أصبح نصك هو وسيلة عبور، فتطرح مسابقات دولية على وسائل التواصل الاجتماعي وتأخذ هذه النصوص، وأنت لا تعرف أحدا في الدولة الفلانية ولا في. نعم. لا توجد لا واسطة ولا أي شيء، فيكون النص هو السفير. جيد. نعم. فيكون نصك هو يعني وسيلة عبورك إلى هذه المحافل. طبعا جيد، هذا خدمنا نحن كثيرا، وأنا أتحدث عن نفسي. نعم. يعني أنه هذا خدمني كثيرا عندما يكون الحكم للنص لا لشيء ثاني. حتى إذا تحدثنا من جانب ثاني عن المجتمع كما قلت مجتمع ذكوري، فإن الأصل في هذه التمثيلات لو لم تكن هذه الوسائل التواصل الاجتماعية ولم يكن وإن لم يكن الحكم للنص لكان دائما الاختيار ذكوري. للأسف الشديد يعني، والحمد لله. يعني ربما يظلم الذكر أو الرجل في هذا الجانب دائما، أنه المجتمع العربي ذكوري، ربما هو الرجل من منطلق يعني رأفة بهذا الكائن الجميل، الكائن الضعيف بالتكوين الخلقي، يحاول أن يتحمل أعباء المهام الجسام، ليس من منطلق أنانية ربما، لكن ظلم. أنت ستدافع عن الرجل كونك كذلك. يعني. لا، ربما أعطي هذا. نعم. هذا التبرير. يعني. هناك من يراها من هذا الباب وهناك من يراها من غير هذا الباب. نعم. يعني والحمد لله، يعني قلت لك في اعتراف جميل جدا عندنا في الجزائر. نعم. فيه تكامل عندنا في الجزائر بين الرجل والمرأة في المشهد الثقافي، بحيث أنها تمثل مثل ما يمثل الرجل
الجزائر كذلك المرأة، بدليل أنني جئت هنا إلى الأردن في مهرجان ساكب. نعم. التي وجه من هذا المنبر تحية لأهل ساكب. نعم. والأستاذ أستاذ عبد السلام العياصرة، على هو مسؤول المهرجان طبعا، وكان مهرجان رائع جدا. نعم. يعني أصبنا بالدهشة في هذا المكان الساحر، وبهؤلاء أنا جيت مع جماعة جزائريين، مع الأستاذ جمال الرميلي وهو شاعر جزائري، فكانت هناك شاعرة جزائرية وشاعر جزائري وناقد جزائري، فكنا يعني متكاملون في هذا الدار. جميل. يعني بدي أسمع أيضا يعني تقييمك لما قدم في هذا، ما دمتي طرقتي موضوع مهرجان ساكن في جرش، يعني أسمع منك تقييما للتجارب التي قدمت في هذا المهرجان. ما أعجبني في ساكب هو كسر الروتين المهرجانات التي اعتدنا عليها. نعم. مهرجانات الفنادق والرسميات وحواجز بين الشعراء وغيرها. نعم. هذه المرة شعرنا أننا في جو عائلي، في تلك الأنفة والعروبة، أرجعون إلى زمن جميل جدا، حتى أنك تحضر أمسية. نعم. فمن يسمعك في هذه الأمسية يدعوك على بيته لتكون هناك أمسية أخرى، فعشنا معهم في بيوتهم وأكلنا أكلهم ونمنا في ديارهم، ويعني ما أشعرون أننا خرجنا من الجزائر أصلا. فكان الجو حميمي والجو عائلي أكثر منه رسميات وشيء. نعم. مثلا واستمعنا إلى نخبة رائعة من الشعراء. نعم. والله أنا أصبت بدهشة جميلة ومس إبداعي جميل جدا. أنا الآن أشحن في هذا المكان الرائع، ومتأكدة أنني جميل هذا النحت الوصف، مس إبداعي. نعم. وعندما أصل إلى الجزائر أعتقد أنني سأفيض بشيء جميل، والفضل يعود إلى ساكب وإلى أهل الأردن جميعا. ماذا قرأت في هذا المهرجان؟ قرأت الكثير يعني. نعم. وكان هناك تفاعل جميل جدا يعني أسعدني، فتعرف نحن الشعراء تخنقنا قصائدنا والمنابر، أو عندما نسمع ونوع من التفريغ أو نوع من لا أعرف نوع من الأشياء الجميلة التي نشعر بها عندما يسمعك الآخر ويتفاعل معك. قرأت الكثير، سوف أحاول أن أنتقي ما رأيت أنه كان له صدى مع إخواننا هناك في ساكن. نعم. ودي أن أتحدث، أعود إلى نشاط المرأة الأديبة الجزائرية على المستوى المحلي. معروف أن المغرب العربي بشكل عام تطغى عليه روح الصوفية. كيف هي في الجزائر؟ كيف انعكست على شعر المرأة الجزائرية هذه الروح الصوفية؟ معروف التصوف، أو صح التعبير إذا تحدثنا عن كمذهب، المذهب المالكي هو معروف في المغرب العربي عموما. وأن المجتمع المغاربي هو مجتمع روحاني بطبيعته، يعني يتلمس الجمال أينما كان، مجتمع يتعايش مع جميع المذاهب، بل حتى مع جميع الديانات، وهذا شيء جميل. إلا أنه في ظل هذا التطرف الذي نعيشه، أنه التصوف في المغرب العربي هوجم كثيرا، لأنه لأننا في الآن في فترة عصيبة جدا يعيشها المجتمع العربي. نعم. صح التعبير، فكل ما كان معتدل هو الأول ما يهاجم، فهو يهاجم طبعا كما تعرف. إن لكن الحمد لله إن نحن خاصة في الجزائر لم نقع في هذه الأفخاخ يعني، وهذا الفخ وفخ التطرف، بقيت عندنا تلك النزعة، ذاك لا أعرف شيء الروحاني الذي يعيش مع الإنسان طيلة حياته. كل شيء عندنا بذوق. والتصوف ليس مجرد فقط توظيف أو رموز أو غيره، بقدر ما هو حالة ذوقية يعيشها الإنسان، ومن لم يذق لا يعرف. هل انعكس هذا الجو على كتابات؟ أكيد موجود على الكتابات فاتحة. حتى أكون منصفة. نعم. الكتابات الأقلام المبدعة عندنا في الجزائر في التصوف هي أقلام رجالية. يعني كون أن أصلا هذا الباب. نعم. هو باب يعني صعب المراس، ليس سهل أي واحد أن يطرق. نعم. باب التصوف الجاد، ليس باب التصوف هكذا. لذلك أنا بدي أنه نسلط ضوء على جانب التصوف عند المرأة. نعم. فتوجد المرأة لكن بنسبة أقل. نعم. بكثير من ما هو موجود في الأقلام الإبداعية الرجالية إن صح التعبير. هل لديك نص صوفي؟ أنا كيف أكتب النص الصوفي؟ أكتب النص الصوفي، كل شيء عندي مغلف بتصوف. نعم. لا أطرق بابا وطنيا أو بابا عاطفيا أو أي شيء إلا وتكون هناك النزعة الصوفية
الموجودة في النص. لماذا؟ لأنه تكويني العائلي وجذوري التاريخية، أنا من عائلة بكرية صوفية أبا عن جد، فتربيت في جو عائلي صوفي، وليس التصوف للأسف الشديد. يعني بكرية نسبا إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، جدي الأول هاجر في الفتوحات الإسلامية في القرن الخامس هجري من مصر إلى المدينة المنورة، إلى مصر، إلى تونس، ثم دخل الجزائر. سيدنا معمر بن عالية، شجرة العائلة هكذا. نعم تقول؟ نعم موجودة هكذا، ونحن العائلة البكرية في الجزائر لا زالت تحافظ على نسبها، حتى أن هم لا يتزوجون النساء خارج النسب. نعم. بدليل أنني أستطيع أن أحسب في شجرة إلى سيدنا أبو بكر الصديق وهو جدي 37. يعني غير مسموح للمرأة البكرية أن تتزوج من غير البكريين، مثل الرجال. ما يحدث أيضا عندنا في الأشراف، حتى الرجال؟ لا الرجال لا. أما مفتوح. المرأة حتى تحافظ على النسب، إما أن تتزوج النسب الشريف، الأشراف مثل ما نسميه نحن عندنا في الجزائر، أو البكري. هذه عادات وتقاليد يعني عبر التاريخ لازالت موجودة عند عائلات كثيرة عندنا في الجزائر. بدي أسمع نصا سوف هذا الجو الصوفي. أقانيم الجمال. بفكرة همت به، لو أنه هم اشتعالا بالشغال البال، كانت على حد احتمال الشوق تنضح بالوصال. بفكرة صالت وجالت في مداه، وتنكرت في مبتغايا ومنتهاه، فوجدتني طوعا لها من قبل أن يرتد مد للصدى، النبض بالأمر اقتدى من جرحي المشدود في وتر الصبابة، خاضعا شد الرحال. كانت تناوشني لأحكيها إلى المرآة، بل كانت تلقنني لها وتقول لي صلى عليه القلب تسليما وتزكية، سأكرم قربه فالبوح آل. كانت تزكيني له وأنا أراجع درسها، عن ظهر حب أحفظ التكرار لحنا للشهيق وللزفير مثل الكتاتيب الصغار. في حضرة الشيخ المهاذي تنزلت بسكينة تلك الشروح تدرب الشجن الوفير، فالصمت جلاد المسافة دربه وعر، مناجاة الفراغ طريقها مثل السلوك، تعذرت عن حمله حتى الجبال، وتقول لي شدي إليك بقلبه أكثر فأكثر، قربي كل الحدود بصدره، هزي إليك بكل أسباب الكلام، هيملئيه بكل أسرار الغرام، وصوريه ببال ذاكرة السلال، رج الهواجس وردها حد اكتظاظ الهمس، لحظة نجوة في خلوة أسماؤه الحسنى تقطر عطرها، فاستنشقيه حكاية من جيده وكأم كلثوم، نغم أن أسكريه، وتلوني في كحل أوراق الشجر، وتشكلي في صوت زخات المطر، أن أمطريه بما يقال ولا يقال، وتقول لي نغم يا أم كلثوم النغم، يا إنت عمري اللي ابتدى، ونقول للشمس استكيني ليلنا إصباحه قد لا يكون، فلا غدا هي إن عصتك استسغريها تذهب الشر الذي رمقت التطير في المرايا، فكرة رعنا أهل في الكسر فال، واستحضريه ملامحا مرآة قلبك علقيها فوق عمر لا مكان جداره، ألا زمان حضوره هو فيك كلك منك حولك قبلة، أن اتجهت مداره سيعيد تصحيح الحدود خرائط أخرى، وصوب الأفق تنتفض التلال، وتهيئي
إفراغه من ذاتك كانت له أزلية، واستعجلي إذ تلك لحظتها اكتمال. نوتاته قمرية شغفا تغازلها الستائر والشموع بموعد، حتى الفناجين استكانت في خشوع تصغي لأنفاس وإبهام يعليها ويدنيها يداعبها يحركها يعتقها كإلهام تجسد في قوام هيرش فيه كقهوة تركية. فالبن موسوم بتاء، والبن أسلوب النساء، هو لذة ومرارة إدمان شوق للفناء. شجر نعم من دفء قلبك، دثريه وزمليه في ضلعه المعوج تسكن فطرة الأنثى. التقوس غاية للكل، كيف حنينه للجزء نص قصيدة في القلب يضنيها العراء. وقد خلت منه انحناءات يذكرها بغربتها، عمودي بطبعه عارجا هذا الدعاء. فحين يصعد للسماء مقوسا في شكل أيد، وقتها كنه انحناءات القباب حقيقة أولى يغادرها الترمز. فاسألوا عنها الهلال، هيا ارتديه كآية شتوية صوفية التأويل، يوهجها التوحد شارة فتلبسيه كالشطح، إذ لا فهم يجرح قبضة المعنى لديك العشق. قال هذه مقامات التوجد خطها حالا فحال، بل راقصيه فراشة كونية. القصيدة جميلة، وانتقل من جمال لجمال، لكن لا الوقت أدركنا الفاصل الأول، سنكمل بعد الفاصل معذرة. فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات. ضيفتنا لهذه الحلقة الشاعرة العربية من الجزائر فاتحة معمري. موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع المرأة الجزائرية في المشهد الثقافي. عود إليك سيدة فاتحة، بدي أن نكمل القصيدة الجميلة. عمودي بطبعه عارجا هذا الدعاء، فحين يصعد للسماء مقوسا في شكل أيد، وقتها كنه انحناءات القباب حقيقة أولى يغادرها الترمز. فاسألوا عنها الهلال، هيا ارتديه كآية شتوية صوفية التأويل، يوهجها التوحد شارة فتلبسيه كالشطح، إذ لا فهم يجرح قبضة المعنى لديك العشق. قال هذه مقامات التوجد خطها حالا فحال، بل راقصيه فراشة كونية تتمايل الأجساد والأرواح دائرة المدى، والله حذو الجبر يقذفها الصدى كتكية للوجد حين يزورها طيف لمن تهوى، وخلف الحجب يكتن الهلال. مدد مدد الروح بالروح اتحد، والقلب في الجسد اتقد بيشقة المغشى عليه بالوادي المقدس. يا أقانيم الجمال، يا سكرة الدرويش حين أضمه من ساعديه جنوننا ويقينه، يمتد ضوءا ثيبا وقصيدة عذراء تومئ للرؤى هذا الهوى ما عاد يحتمل الدلال. جميل، هذا الهوى ما عاد يحتمل الدلال، جميل. أرى التمسك بالقصيدة المقفاة أو القصيدة الموزونة، رغم على الرغم من شيوع كثير من ألوان ما يسمى الآن القصيدة النثرية أو الرواية، يقال أنها تطغى الآن على المشهد الثقافي. التمسك بتفعيلة القصيدة لا سيما عند المرأة، وهي صعوبة فيها قيود،
هل هو تحدي؟ يقال أنه تحدي، لكن إذا تحدث عن نفسي أو عن تجربتي وقضية الشعر، أؤمن به أنه موسيقى. نعم. ما يميز الشعر عن النثر هو الموسيقى، رغم تذوقي للنثر وتذوقي للقصيدة النثرية، أحب كثير من الجمال الذي أجده فيما يسمى بالقصيدة النثرية. نعم. ولكنني أنا لدي تلك الأذن الموسيقية، حتى أنني وظفت السيدة أم كلثوم. نعم. بحديثنا عن التصوف، واضح من أسنع. نحن نعتنق التصوف بالطريقة الحضارية الحداثية وليس بالتصوف المعروف أنه تقشف وأنه كذا وكذا، بدليل أننا في الزوايا نجد أن شيخ الزاوية هو عالم في الفيزياء النووية مثلا، ويكون لأنه حالة ذوقية للتصوف، وقع في مشكلة ما يسمى بالمصطلح. نعم. وهو الأصل ما يسمى بالتربية الروحية. فتجد عندنا في التصوف مثلا المعاهد الموسيقية، عندنا الموسيقى الأندلسية. نعم. وعندنا أيضا الموسيقى الشرقية، مثل ما يقول أبو حامد الغزالي. نعم. قدس الله سره، من لم يحركه العود وأوتاره والربيع وأزهاره فإنه فاسد للمزاج ليس له من علاج. لذلك نحن نعتبر أن الموسيقى جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، يعني. نعم. الموسيقى بمفهومها الحضاري بمفهومها الجميل، يعني. فأذني أذن موسيقية والشعر موسيقى، ولا يمكنني أن أتخيل أن أتذوق شيء من غير الموسيقى. نعم. تحدثنا احنا عن دور المرأة الجزائرية في المشهد الثقافي، كيف هو الحراك الثقافي هناك في الجزائر؟ يعني انا اتابع، يعني، لكن اكيد يعني من يتابع من الخارج غير ما هو ضمن في 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 هذا المعترك في الداخل. بدي ان اخذ صورة عن الحراك الثقافي او الادبي في الجزائر. الحراك الثقافي في الجزائر شأن كل الدول العربية، على حسب زيارتي لمعظم يعني البلدان العربية ومشاركتي في ملتقيات. وعندما نتكلم عن الهامش تقريبا نفس الشيء. نعم. المثقف العربي الجزائري يعيش نوع من التحدي، إن صح التعبير. التحدي، لأن للأسف الجهات المسؤولة، يعني كما قلت لك، يعني لا أعرف. نعم. تحتاج ثورة إبداعية جديدة، يعني الشعراء الآن المجهود الذي يبذل من المبدعين لا تتبنه أي جهة معينة. نعم. حتى انتقالنا إلى خارج الحدود إنما هو مجهود شخصي لكل مبدع في الوطن العربي. نعم. يعني أن المجهود الفردي هو الذي يطغى على الحالة الإبداعية عندنا في الجزائر. نعم. سواء في إثبات الذات أو في الكتابات أو في النشر، أو يعني مجهود خاص، يعني ليس له دعم من أي جهة معينة. نعم. هذا يأخذني إلى سؤال آخر، هو دور وزارة الثقافة العربية. والله هذا السؤال الذي نحن أيضا نطرحه. نعم. عليهم دائما، يعني إلى أين الثقافة العربية والثقافة الجزائرية والمسؤولين وغيرها، إلى خاصة الجزائر. الجزائر. نعم. معروفة بمساحتها. نعم. 48 محافظة، كأنك في قارة، كل محافظة لها لباس تقليدي وعادات وتقاليد، وحتى لسان يختلف على المحافظة الثانية. الجزائر العميقة عندنا في الجزائر من الصحراء، وبالمناسبة أنا أقيم في الصحراء. نعم. ومن أصولي من الغرب الجزائري، إلا أن أقيم في الصحراء، أيضا معاناة، يعني فيه بعد مسافة، فيه يعني كل شيء، يعني عندنا مركز في العاصمة، وحتى يعني فيه ناس أقولها بكل صراحة مقبورين عندنا في الجزائر العميقة، أقلام جادة وجميلة جدا، ولكن لا أحد ينثر عنها الغبار. فنحن أيضا نطرح هذا السؤال، الثقافة العربية والثقافة الجزائرية من الوزارات. نعم. العربية عموما إلى أين؟ فقط للأمانة ما لاحظته عبر تجولاتي الثقافية أعجبني الأمر في الشارقة. نعم. الشارقة لا يوجد لا واسطة ولا الشارقة تحتكم للشعر. نعم. وعملت خطوة جميلة جدا كونها أنشأت بيوت الشعر في البلدان العربية. نعم. وقبل هذا كنت من الفائزين بجائزة الشارقة للشعراء الشباب، أنها كرمت شعراء في بلدانهم. نعم. ونحن الشعراء نكتشف بعضنا عن طريق دولة ثانية في بلدنا، فهذا وهذه طبعا خطوة، يعني معروف عن بيت الشعر في الشارقة أسس بيوت أخرى. صحيح. معروف في الأردن أسس. نعم. في مدينة المفرق. الجزائر أيضا أسس بيت. ليس بعد. ليس بعد. ونحن أيضا نتساءل لماذا حتى الآن. نعم. رغم أنهم طرحوا يعني الموضوع عندنا في. هل هناك مشاكل رسمية في هذا الموضوع؟ أم الله أعلم، ليس لذي يعني حتى. نعم. لا أقول شيء لست متأكدة. شاركتي أنت في الشارقة؟ نعم. أنا. نعم. قلت لك من كنت من المكرمين بجائزة الشارقة للشعراء الشباب في الجزائر. نعم. وأيضا
مخطوط ينال على تنويه لجنة الشارقة للإبداع العربي لسنتين متتاليتين، وأيضا أنا موعودة يعني الذين كرمتهم الشارقة وعدتهم بالطبع يعني حتى الطبع يكون بالشارقة. بالتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. عود إلى موضوع التمسك بالقصيدة، التمسك والانتماء. هناك طبعا يعني لا شك هاجس المؤامرة حاضر، ولا أحد منصف ينكر هذا الموضوع أنه هناك يعني مؤامرة، هناك عدوان على هذه الأمة. بدي أن أتحدث عن الانتماء للعروبة، كيف تتعامل المرأة الجزائرية مع هذا الانتماء؟ المرأة الجزائرية لها الانتماء الجزائري أولا، نعم، والعربي ثانيا، والإسلامي ثالثا بطريقة لا متناهية إلى حد الفناء. فالمرأة الجزائرية لا تقبل أن تخرج عن انتمائها بأي طريقة، وهذا طبعا مما السبب الأول والرئيسي كان هو محاربتنا للاستعمار الفرنسي، كونه كان دخيل، وكونه أيضا حتى يفهم الكثيرين أن فرنسا كانت ذكية جدا في استعمارها للجزائر، خاصة أنها حاربت الهوية الجزائرية وحاربت اللسان الجزائري، حاربت اللغة العربية، وحاولت أن تجعل من الجزائر فرنسية. نعم. حتى الآن عندنا للأسف الشديد في مناطق التي كان فيها المستوطن خاصة على الساحل، نعم، لازال اللسان الفرنسي فيه مشكلة يعني، نعم، ولازال هناك يعني تحدي حتى أن يثبت المثقف الجزائري. أثناء الثورة هناك كان يعني يعني اندفاع طبعاً قوي عند الشعب الجزائري نحو عروبته، نحو العروبة، وواجه الاستعمار الفرنسي بهذا تحت راية العروبة وراية الإسلام. هناك كأنه لا أستطيع وصفه بانتكاسة، هناك ميول لدى بعض فئات المجتمع إلى يعني إلى تعلم الثقافة الفرنسية أو نقل الثقافة الفرنسية إلى المجتمع الجزائري. معناه في أثناء الثورة كانت تحارب، يعني حملت الثوار الأحرار حملوا راية المواجهة لهذه الثقافة التي تريد أن تطمس الثقافة العربية الإسلامية، الثقافة الوطنية الجزائرية. هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الهاجس الآن لماذا؟ أتوقع أنه ما يحدث في العالم العربي وهذه الصدمة، نعم، هذه الثورات وغيرها، أضف إلى أنه ضعاف النفوس كثيرين، نعم، ولا يمكن أن أعمم هذا على الشعب الجزائري كل فيه ناس ربما لقلة اطلاعها ولقلة يعني تشربها للغة العربية كما ينبغي، نعم، فترى كون أن فرنسا الآن بلد متطور وما يحدث للإسلام، وتعرف أن الإسلام في قفص الاتهام الآن، نعم، والإنسان عندما لا يشرب كما ينبغي من الإسلام الصحيح في الحقيقة، فإنه ناس فيه ناس في العالم العربي لم يتبعوا فقط الغرب ولسان الغربي واللباس الغربي وغربي بقدر ما وصلوا إلى درجة الإلحاد، نعم، نتيجة هذه الصدمة يعني التي تعيشها الأمة الإسلامية في العالم العربي. إلا كما قلت لك أنه هذه فئة نحن لا نحسبها عن الجزائر، نعم، هؤلاء المتأثرين، لكن فيه ناس تحاول أن تثبت الهوية الجزائرية، الهوية الأمازيغية، والهوية العربية. لا ننسى أن المجتمع الجزائري، نعم، مجتمع يعني بين أصول الأمازيغية للجزائر، وفي عندنا اللسان الأمازيغي وهي اللغة التي يعتبرها الكثير اللغة أساسية. هذا الانتماء يعني حياء هذا الانتماء. لا شك أن لغة العقيدة بالنسبة للإسلام اللغة العربية، القرآن العربي، يعني هناك تشبع للعربية في جسد الأمة الإسلامية، أكيد، لا يمكن فصل هذا الموضوع. النزوح إلى هذه الانتماءات الجانبية هي ليست فقط في الجزائر، طبعاً حتى في البلدان العربية صار النزوح إلى الانتماءات الضيقة، هل هذا عفوي؟ والله أولاً هذه الأمة نحن نعلم أن كل ما يحدث فيها به أيادي خارجية، نعم، والأيادي الخارجية هو أن تنزع عن كذاك الثوب الذي، نعم، هو ثوب العقيدة الداخلية وليس المظهر فقط، نعم. فبما أن الإسلام في قفص الاتهام والنفوس الآن ضعيفة، ونحن نعيش للأسف الشديد حتى نكون منصفين نعيش حالة، نعم، حالة ثقافية ركيكة جدا يعني، لم يعد ذلك العربي الذي يحمل كتابه ويقرأ بقدر ما يهتم بأشياء أخرى، نعم، فصرنا محصورين في قشور الحضارة وليس الحضارة التي حاملت من بغداد مشعل العالم في يوم ما وكانت تقود العالم، نعم. فطبيعي الشباب الآن عندما يجد ذلك الفراغ الروحي، نعم، هذا الفراغ الروحي يحاول أن يملأه، فيخيل إليه أن هذا الغربي الذي يلبس لا أدري ماذا
ويتكلم بلغة ماذا؟ لأنه ليس عنده مشاكل، لأنه ليس فقيرا، لا يشعر بالجوع مثل ما يشعر، فيعتقد أن هذا هو الكمال الحقيقي. العراق شارك كثيرا في دعم الثورة الجزائرية وحتى ما بعد الثورة لتصحيح الثقافة العربية وإعادة الثقافة العربية إلى الجزائر. وكنا نتابع في تلك الفترة أنه كان ترسل وفود من المعلمين وفي ناس مازالت موجودة في الجزائر، يعني دكاترة أساتذة تزوجوا في الجزائر وبقي يعني في. كيف تنظر المرأة الجزائرية الآن ما دام حديثنا عن المرأة الجزائرية إلى العراق؟ أنت وضعت يدك على الجرح. يعني العراق، ما يحدث في العراق هو نهاية الأمة الإسلامية والعربية بالنسبة لنا. العراق كان حلم كل جزائري وبلد عربي أن يزوره يوما ما، وأن يدخل إلى جامعته، وأن يتجول في شارع المتنبي، وأن يعني في أحلام كثيرة كانت تراودنا. وما يحدث هو أن هذه الأحلام التي كنا نعيشها هي تكسر بداخلنا، وهذا الوجع الذي صار يعني جزء منا نحاول على الأقل أضعف الإيمان أن نتأقلم مع هذا الوجع، لأنه قد قتل الكثيرين فيه، أصبح قتل الكثيرين هذا الوجع. في الوجع العربي الآن ما يحدث في العراق هو وجع ننام ونصح عليه. نعم. نسمع قصيدة ما لم يقله الخضر. ما لم يقله الخضر. نعم. عن الوجع العربي. يداريه غيب في تفاصيل سره، فيستعظم الهم المكنى بشعره، كأن نبوءات تحط رحالها تقيم كأسباب الشقاء بسطره، فما زالت تستسقي الغمام صلاته، تأم جميع الشاربين لنهره، يسبح في سحب الدعاء نخيله، ليستنطق المكنون من سر تمره. به الغيمة الحبلى تهيئ خلوة، تغلق أرجاء تكيد لطهره، تراود في الليل القديم بخوره، تقطع أوصال الشموس بظهره، فلولا صيام الأرض يأتي مخاضها تكشف عن ساق تهيم بعطره، وإبليس يجري كي يسابق لحظة ليلتقط الذكرى بطعنة ظهره، ويصفع قلبا إن عصاه يخاله، يبيح غرور العابثين بفجره، لقد نكث الوحد المبايغ خضره بحمى قرابين السؤال لهجره، وموساه منسي بصخرة غفلة، أيرثيه صمت كم يضيق بصبره، فما عاد يجدي أن تقدس فائن، لأن مراد الريح تلهو ببحره، ستغتصب البلوى اعتدالا ضياعه، والسائح المخمور دنا بجمره، جدار اليتامى لا يقام، تدكه جيوش النوايا الجائعات لغدره، وقتل صبي كي تقر لحاهم، لأن تقاسيما تعج بكفره، فشبر من الأرضين يكفي لحضنه، ليختصر المعنى غياهب عمره، وأم به ثكلى تكفكف روحها كما الباقيات الصالحات لبره، وجيل من الأمساد هدهد جيده، فيا أيها الغاوون صلوا لشبره، ويا ملتقى البحرين جده بصيرة، وباركه نبضا في شمائل حبره، هو الوطن المجروح يسقي وريده خريف الحروب العاديات، لنحره هو الوطن المسبي ضج مرنحا نداء الدماء الساكيات بصدره، أيؤذيه أن الاختناق
قصائد تنازل أهوال البقاء بأسره مناه سراب يقتفيه خياله ولا أثر إلا شياطين القمر. الله ما أعذب هذا الشعر. شكرا. شكرا لك بجمال هذا الشعر. الشاعرة العربية من الجزائر فاتحة معمري. أهلا بكم وأنا بدوري أشكركم وسعيدة جدا بهذا اللقاء. شكرا لك. شكرا. أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة ودعوكم التواصل مع باقي فقرات البرنامج. شكرا لكم. Thank you.
في ختام هذه الحلقة أشكر لكم حسن المتابعة وأدعوكم التواصل معنا عبر حلقاتنا القادمة من برنامج فضاءات، حتى ألتقيكم في حلقة أخرى. أستودعكم الله والسلام عليكم.